السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي، جملة هذا رجل أو هذا الرجل تعبان، الرجل ده تعبان، ما ينفعش نستخدم كلمة تعبان في اللغة، لأن كلمة تعبان غير صحيحة. الصح بتاعها أيوة، لو بتحبوا عايزين تكتبوا روايات، عايزين تكتبوا قصص، عايز تكتب مقال، وما تقوليش مش هحتاج الحاجات دي، لأن لو ما احتاجتهاش النهاردة هتحتاجها بكرة، في يوم من الأيام هتحتاج المصطلحات الصح في اللغة العربية. يا أخي يمكن ربنا يكرمك تدخل إعلام، تدخل ألسن، يمكن ربنا يكرمك تدخل في موقع اجتماعي معين أو موقف معين. يعني هقول لك حاجة، كل أصحاب المناصب السياسية الكبرى لهم ناس بيكتبوا لهم الخطابات بتاعتهم، وده أمر مش عيب. يعني كل الناس، مفيش رئيس مثلا، كل الرؤساء في الدنيا بيبقوا لهم ناس بيكتبوا لهم الخطابات، ده امر جيد جدا. فيمكن ربنا يكرمك يا اخي تبقى في يوم من الايام واحد من الناس دول، وتبقى بتكتب لرئيس الوزراء الخطابات بتوعه، ولا الرئيس، ولا لاي حد مهم. فلازم تبقى عارف المصطلحات دي كويس جدا. انا غلط ان انا اقول الرجل هذا الرجل تعبان، لا، هذا الرجل تعب، هذا الرجل ايه، تعب. يبقى بدل تعبان هتبقى هذا رجل تعب، بمعنى يشعر بالتعب أو يشعر بالإرهاق. إلى لقاء مع معلومة جديدة. كان معكم حمد الكشف.